بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن ذا في حفل التخرج المنتظر، ها نحن ذا نحتفل بابتسامة وفخر، ها نحن ذا نتوج خريجي الاتحاد الدفعة السابعة، خريجي عام التسامح. قبل عدة أعوام كنت أنا من الواقفين أمامكم بقبعة التخرج، الفرحة تغمرني ورهبة الحفل لم تتركني وشأني، ولكن الآن وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الاتحاد أعود لأطل عليكم مفتتحا مراسم الحفل. أحييكم ضيوفنا الكرام وأرحب بكم أجمل ترحاب، فأقول حللتم أهلا ووطأتم سهلا، حفلنا يزدان بكم، فأهلا بمن أتانا بتحية وسلام. قبل البداية دعونا نستقبل معا وبتحية تقدير الهيئتين الإدارية والتدريسية لمدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة. حضورنا الكريم، أنتم بريق هذا المساء، وفي سماء تزينت بالجمال لابد من استقبال نجوم الاتحاد، نجوم هذا الحفل. دعونا جميعا نرحب بمن استحقوا هذا الاحتفاء. رحبوا معي بخريجي الاتحاد دفعة عام التسامح.